بعد 20 عام من التحضيرات بتعود صناعة أفلام الرسوم المتحركة الطويلة في الوطن العربي من خلال فيلم الفارس والأميرة، واللي بيشارك ضمن فعاليات مهرجان الجونة في دورته الثالثة. أكثر من 10-15 سنة وأنا منتظر هذه اللحظة عندما يرى الجمهور إيه اللي هيبقى الانطباع بتاعه. إنه الفارس، هل تحبوها يا بني؟ الفيلم هو التجربة المصرية الأولى من نوعها لصناعة مثل هذه الأفلام، واللي بيشارك فيه عدد كبير من النجوم. تجربة كبيرة جدا، مغامرة على كل المستويات، إخراج والتنفيذ للمخرج والكاتب العظيم أستاذ بشير الديك، تخيل الشخصيات اللي عملوا رسام الكاريكاتير الأشهر أستاذ مصطفى حسين، أصوات عدد ضخم جدا من الممثلين، موسيقى مبهرة. مبسوطة جدا ومتحمسة جدا لأنه تقريبا أول فيلم كمان يعني أوريجينالي يبقى عربي ومعمول كرتون أنيميشن عربي. أحداث الفيلم مستوحاة من قصة تاريخية حقيقية في القرن السابع الميلادي للفارس محمد بن القاسم الثقفي من خلال مغامرة مثيرة ذات طابع خيالي. الفارس والأميرة ده هو الـ 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 النموذج الحقيقي لفكرة ان احنا يا جماعة نعرف نعمل حاجة. مفيش حاجة اسمها مستحيل، زي ما الأغنية بتقول مفيش مستحيل، وان احنا صبرنا 20 سنة علشان نطلع فيلم كويس بإمكانياتنا العربية اللي هتتطور وان شاء الله هنبقى احسن واحسن. عبر مدحت صالح عن سعادته بمشاركته في الفيلم. فارس والأميرة فيلم انيميشن، اول فيلم ضخم عربي، يعني فيلم كبير، واتمنى احنا تعبنا وحبنا، اتمنى يعجب الناس. تفاعل الجمهور مع الفيلم من خلال السوشيال ميديا بعد نشر محمد هنيدي فيديو وهو بيسجل الاداء الصوتي له. انا مش عارف بالله، انا راجل قيس المجنون بك وبجمالك.